المتابعين بدر مشريم. إذا فتحت البوابات متابعينا الكرام مشاهدينا أيها الأحبة أينما كنتم في شوطنا الثاني على مسافة 1600 متر، ضروري يأخذ زمام المبادرة في هذه اللحظات. وكذلك أشاهد الآن الدخول القوي لسيف البيان في محاولة التقدم، وهنا أيضا رقم 9 في هذه اللحظات على هواي المركز الأول، خطف الصدارة المركز الأول، المركز الثاني لوطبان، وطبان في المركز الثاني أيضا مع عبد الله العوفي في محاولة أيضا أخذ مركز متقدم. وشاهد كذلك من الخارج الآن المحاولات تأتي المتحسن في المركز الأول وكذلك المركز الثالث في هذه اللحظات لسيف البيان في محاولة التقدم والحفاظ على الصدارة. المركز الرابع الآن لضروري ولازالت الصدارة لرقم 9 في هذه اللحظات على هواي، يحافظ على الصدارة مع أحمد الأزهري مع مضايقة أيضا وملاحقة من الرباعي رقم 12 وطبان وكذلك 16 سيف البيان. وضروري من الخارج الآن فيما التراجع لرقم 3 متحسن إلى المركز السادس، وهنا أيضا في محاولات تأتي للبقية للحاقة في هذا الشوط لازالت الصدارة لرقم 9 على هواي في المركز الأول مع الاقتراب من المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم. مشاهدين الكرام من الداخل الآن على هواي في المركز الأول، ضروريات من الخارج الآن ضروري، وكذلك المحاولات تأتي في هذه اللحظات للريادي في محاولة التقدم، ضروري من الخارج الآن ضروري من الخارج مع عادل الفريدي، ضروري للأبيض ضروري الذي يعود لمستوياته المتميزة، ضروري المركز الأول من الداخل الآن. وشاهد ريادي يحاول إنما ضروري للمركز الأول بكل قوة، ما شاء الله تبارك الله، ضروري المركز الأول بكل قوة، المركز الثاني لـ18 ريادي والمركز الثالث للزهاوي على